أخبار اليوم. بصراحة كابتن في كلام بيتردد في الكواليس إن الأهلي بيلعب دور خفي في زلزلة استقرار نادي الزمالك، واخد بال حضرتك؟ وده أنا ما بعتبروش اتهام مباشر للنادي الأهلي بقدر ما أنا بقول حاجات بتتردد عشان ما حدش أول برضو إيه الكلام. الكلام ده هل مثلا، وأنا قلت لحضرتك إن حضرتك جزء من الحملة المثارة، واخد بال حضرتك؟ فيريرا الجزء الأكبر. البداية بدأت مع محمد مع أحمد الشناوي حارس المرمى، وبعدين باسم مرسي والمشاكل المستعدة له مع الألتس. أنا عايز حضرتك تكلمني في الجزئية. أنا مش عايز أقيم بشكل مباشر تقدير واحترام المسؤولين في النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، إنما أنا بتكلم في جزئية إن في مشاكل حصلت أنا شايفها مضخمة زيادة عن اللزوم. يعني أولا أنا أثق في لعيبتي ثقة عامة، والعلاقة اللي بين إسماعيل يوسف ولعيبة نادي الزمالك علاقة أخ أكبر أو أب لأولاده، وإحنا متفقين على بعض المبادئ من بداية الموسم اللي فات، ما تغيرتش حتى في الموسم ده. اللي تغير مفاجآت إن يحصل فيه مشكلة مع الشناوي، ويحصل كلام على باسم مرسي، ويحصل كلام على كهربا، ويحصل كلام على ليه هو أي حد بيتألق على طول بمجرد ما هو يتألق في نادي الزمالك في مشكلة قوية، في مشكلة ومشكلة كبيرة وتضخم، ومرورا بقى بمشكلة يعني الراجل هو هيتكلم فيها مش أنا، ان اسماعيل يوسف بيغير محمد ابراهيم غصب عن الراجل. في لعيبه موجوده معاك النادي الاهلي فعلا كلمها، اتصل بيهم وحاول يعمل لهم سيناريوهات؟ لا، ده هي في بدايه التعاقدات الاولانيه جالي بعض الاخبار، يعني في بدايه الموسم لما كانت في الانتقالات ونادي الزمالك على اعتاب بطوله ثانيه، ويعني بعض الاقاويل جات لنا شخصيا ان في حاجات زي كده، لكن يعني الامور اتضحت بعد كده ان ما فيش حاجه، يعني الامور مشي. الموضوع امتد، يعني الموضوع استمر لغايه لما طال فريرا نفسه ان هم قالوا انه الاهلي فعلا دخل في مفاوضات مع فريرا، وعمرو جمال دلوقتي دخل في مفاوضات مع الزمالك. تمام، الكلام اللي بيتقال يعني.